من الناس بتحب الوقت ده من السنة وبتبقى مستمتعة فيه جدا، بتحب فصل الربيع وبيكون عندها عشق خاص لفصل الربيع. طبعا ده بيكون بسبب اعتدال الجو اللي بدوره بيعمل نوع من أنواع الاعتدال في الحالة المزاجية، فبيشعروا بنوع من أنواع السعادة في فصل الربيع. على النقيض بنلاقي بعض الناس ما بيبقوش مرتاحين في فصل الربيع نتيجة لاضطراب الطقس، إن الطقس بيكون مضطرب شوية، بنلاقي الجو مثلا حر بالنهار برد بالليل، شوية بنلاقي فيه عواصف، أيام نلاقي فيه تراب، أيام نلاقي فيه مطر، فبيبقى فيه نوع من أنواع التقلب اللي بيخلي الناس مش مرتاحة، خاصة لو كانت الناس دي بتعاني بنوع من أنواع الحساسية، إن كانت حساسية في العين أو حساسية صدرية أو حساسية جلدية أو خلافه، بيكون عندهم نوع من أنواع الحساسية اللي بتشعرهم بالقلق أو الاضطراب النفسي. ويمكن ده اللي احنا بنشوفه اليومين دول، الجو غير مستقر، في نوع من أنواع الاضطراب. من كام يوم كان في نسمات باردة وكان في أمطار وسيول في بعض المناطق، لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي إن الجو أصبح حر، درجة الحرارة ارتفعت جدا، وكمان المشكلة إن في أتربة شديدة جدا، وطبعا النهاردة بالتحديد في عاصفة ترابية يمكن بدأت من امبارح في بعض المحافظات الأخرى، وفي محافظات الدلتا بدأت النهاردة. فهو ده اضطراب الجو اللي احنا بنقول عليه، في اضطراب شديد في الجو، ده بيعمل نوع من أنواع القلق والتوتر. يمكن احنا شايفين معانا على الشاشة دلوقتي صورة للعاصفة الترابية اللي بدأت في بعض المحافظات، واللي المفروض إن هي دلوقتي في بدايتها في محافظات الدلتا، طبعا ربنا يستر، لأن يمكن الرؤية منعدمة في محافظات أخرى والأتربة شديدة جدا. فطبعا ياريت كل مرضى حساسية صدر، ياريت كل مرضى حساسية صدر ياخدوا بالهم، واللي ما عندوش شغل أو ما عندوش حاجة مهمة ياريت ما يخرجش من البيت ويقفل البيت كويس، لأن التراب شديد جدا. طبعا احنا بنحذر الناس خاصة في محافظات الدلتا. والصورة اللي احنا شايفينها معانا على الشاشة دلوقتي، الصورة ديت من مدينة السادات، صورة للعاصفة الترابية، واضح ان هي شديدة جدا، ربنا يستر. ولو في اي مشاكل او اي شكاوى برجاء الاتصال بتليفونات القناة الظاهرة امامكم على الشاشة. فبصفة عامة زي ما بقول كده، احنا عندنا ناس في فصل الربيع بتكون سعيدة وبتشعر بنوع من انواع السعادة لاعتدال الجو، لكن ناس بتبقى مضطربة بسبب التقلبات المناخية اللي احنا شايفينها دي، فما نقدرش نحكم على الناس اذا كانت بصفة عامة سعيدة او بصفة عامة هي مضطربة. ده بيرجع لايه؟ بيرجع لان في اختلاف بين الناس في تقبلهم او رفضهم لحالة الطقس والمناخ. في ناس بتتقبل حالة الطقس والمناخ وفي ناس بترفضها على حسب الحرارة او البرودة او تقلبات الجو. بس الاكيد ان في ارتباط وثيق بين حالة الطقس والمناخ والحالة المزاجية والنفسية للإنسان، في ارتباط علمي وثيق بين الحاجتين دولت، حالة الطقس والمناخ والحالة المزاجية للإنسان. لكن الناس بقى بتختلف من حيث تقبلهم ورفضهم أو قبولهم للحالة المناخية، فبنلاقي إن مثلا في برودة الجو فصل الشتاء والخريف في ناس بتبقى سعيدة، بتبقى مبسوطة جدا، الجو ده بيسبب لها نوع من أنواع الراحة النفسية والسعادة، بيعمل لهم كده رومانسية، بيبقوا سعداء جدا مع برودة الجو. لكن على النقيض في ناس بتشتكي من الجو ده، بتشعر بنوع من أنواع الكسل والوهن اللي بدوره بيعمل لهم اكتئاب. بتختلف اهو الناس، في ناس كده وفي ناس كده، زي ما بيختلفوا في رأيهم حول فصل الربيع. ده أكبر دليل على إن الناس في تقبلهم لحالة الطقس والمناخ مش سواء، في ناس بتقبل حالة معينة وفي ناس بترفض حالة معينة. لكن الأكيد إن في ارتباط علمي وثيق بين حالة الطقس والحالة المزاجية للإنسان، وإن كل فصل من فصول السنة بيؤثر على الحالة النفسية للإنسان تأثير عام. النهارده هنحاول من خلال حلقتنا اننا نعرف ايه هو التأثير العام لكل فصل من فصول السنة على الحالة النفسية للإنسان، ان كان فصل مثلا الصيف او الشتاء او الربيع او الخريف، ايه التأثير العام للفصول دي على الحالة النفسية للإنسان وايضا الحالة الصحية. طيب لو الإنسان فعلا بيعاني من نوع من أنواع الاكتئاب، لو في ناس عندها نوع من أنواع الاكتئاب الموسمي، نوع من أنواع الاضطراب اللي بتعانيه مثلا مع الحرارة أو مع البرودة، تعمل إيه علشان تتخلص من القلق النفسي ده وتتخلص من الاضطراب النفسي ده وتشعر بنوع من أنواع الراحة النفسية، ويعني زي ما بنقول تطرد الطاقة السلبية؟ هل ده محتاج مهارات معينة ولا المفروض الناس دي تعمل إيه؟ ده اللي هننصحهم بيه النهاردة إن شاء الله من خلال حوارنا. كمان في نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها النهاردة،
وهي ان مش بس عندنا العوامل الخاصه بالطقس والمناخ والتغيرات المناخيه هي اللي بتاثر على الحاله النفسيه، لا، في حاجات تانية، في عوامل تانية موجوده حوالينا مرتبطه بطاقه الجو والمكان ربما تؤثر في الحاله النفسيه والمزاجيه، زي ما بنسمع طاقه المكان، طاقه الالوان، الابراج وحركه الكواكب. هل فعلا الحاجات دي بتؤثر في الحاله النفسيه والمزاجيه للانسان؟ ده اللي هنحاول كمان اننا نعرفه النهارده، وهنتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي اننا طبعا مقبلين على فصل الصيف اللي بترتفع فيه درجة الحرارة جدا، وبدورها بتعمل اكتئاب او بتعمل نوع من انواع الاضطراب والتوتر للانسان. ازاي الانسان يقدر يتحكم في مزاجه خلال فصل الصيف، خاصة ان احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، هيكون عندنا كمان صيام، فصيام وحرارة، ازاي نقدر نتحكم في مزاجنا، ازاي نحافظ على هدوءنا، دايما نحاول ان احنا نكتسب طاقة ايجابية ونطرد الطاقة السلبية. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهارده، وحلقة جديدة وموضوع جديد من البيت الكبير. عايزين نرجع لحضراتكم تاني، وأول فقرة من فقراتنا كالعادة هنقرأ بعض الداتا والإحصائيات المتعلقة بموضوع حلقتنا والعلاقة العلمية بين الطقس والمناخ والحالة المزاجية للإنسان. عندنا إحصائية أو معلومة بتقول إن نسمات الربيع بتبعث العواطف الإنسانية وبتشعر النفس بنوع من أنواع البهجة، وحرارة الصيف وبرد الشتاء حالات بترتبط بالانفعالات الإنسانية الحادة، أما الخريف فمرتبط في الأذهان بالذبول والهدوء والسكون وأيضا الاكتئاب. ثبت علميا أن الجو الحار يرتبط باضطراب الحالة العقلية، وكثير من الناس بيفقدوا السيطرة على أعصابهم مع حرارة الجو، عشان كده بنقول الناس بتفقد السيطرة على أعصابها أو بتكون في أسوأ حالاتها في فصل الصيف. بتشير الإحصائيات أيضا حول أعداد المرضى العقليين المترددين على العيادات والمصحات النفسية في مختلف أوقات السنة وارتباط ذلك بالحالة الخاصة بالطقس والمناخ. حوالي 30% نسبة الإصابة بحالات القلق النفسي، 12% حالات الهلع، و7% حالات الاكتئاب النفسي، و3% الوسواس القهري. الحالة المزاجية في فصل الصيف زي ما قلنا بيتميز طبعا بارتفاع درجة الحرارة، فبالتالي بيؤثر على الشخص بعدم الارتياح، بالتوتر وبالاضطراب وصعوبة التحمل وصعوبة الصبر وقلة في التركيز، مما يؤدي إلى حدة المزاج والعصبية في النهاية. أما الحالة المزاجية في الشتاء والخريف، فيمكن أن يشعر الإنسان خلال فصل الشتاء وفصل الخريف بالاكتئاب. بسبب إيه بقى؟ بسبب تغير المناخ وبسبب قصر ساعات النهار، بيبدأ يشعر أن النهار ساعاته بتقصر والشمس بتبدأ تغيب بدري، فده بيعمل له نوع من أنواع الكآبة، خاصة في الدول اللي بتغيب فيها الشمس بدري. في دول بيبقى فيها المغرب مثلا الساعة 4، الدول دي بتعمل اكتئاب شديد، يعني الناس اللي عايشة هناك فعلا بتشعر باكتئاب شديد، خاصة مع قدوم فصل الخريف. وكمان من الأسباب اللي بتسبب في الاكتئاب في فصل الشتاء والخريف الظواهر الطبيعية زي البرق والرعد والرياح. الحالة المزاجية في فصل الربيع بصفة عامة جيدة، بسبب ايه؟ بسبب زيادة معدلات الأكسجين في الهواء، جمال أشعة الشمس، وطبعا تفتح الزهور، بتكون الناس في أفضل حالتها المزاجية. المرأة أكثر تأثرا بتغيرات فصول السنة، الست بتكون أكثر تأثر بتغيرات فصول السنة، وخاصة هي الأكثر تعرض لفكرة الاكتئاب الموسمي أكثر من الرجل، بسبب ان هي عندها هرمونات معينة وعندها قدرة على ان هي تتقبل فكرة الاكتئاب وبتتأثر، او ان المرأة عاطفية اكثر من الرجل، فهي بترتبط اكثر بفكرة الاكتئاب الموسمي، خاصة اكتئاب فصل الخريف. وغالبا بتظهر الاعراض دي على شكل حالة من الغضب، حالة من الكآبة، وحالة من الأرق للأسف. كمان معانا إحصائية بتقول إن البعض، يعني طبعا مش كله، زي ما قلنا في ناس بتشعر بالسعادة في فصل الربيع، ولكن في ناس بتشعر بالاضطراب. البعض في فصل الربيع بيصيبوا شعور بالكآبة الشديدة وشعور بالاضطراب الشديد، خاصة إذا كانوا من مرضى حساسية الربيع أو إذا كانوا من الناس اللي بتعاني من التقلبات المناخية، فبيشعر الإنسان في النهاية بعدم الراحة في فصل الربيع. وفي النهاية وزي ما قلت في بداية الحلقة، إن قصة تقبل الناس للتقلبات المناخية
او رفضهم ليها او استجابتهم ليها او انها تشعرهم بسعاده او بقلق او بتوتر، ده بيرجع للانسان نفسه ولعوامل مرتبطه بالانسان نفسه، ربما تكون مرتبطه بمثلا يوم مولد الانسان او ساعه مولد الانسان او ظروفه النفسيه او ظروفه الاجتماعيه. كل ده هنحاول نعرفه النهارده مع بعض، وهنحاول نتعرف على يعني كيف تؤثر فصول السنه بالتحديد، كل فصل ليه تأثير عام على الصحة النفسية للإنسان. هنحاول نعرف كل ده من خلال حوارنا مع ضيف حلقتنا دكتور وسيم الهلالي، مدرب جودة وإدارة وتنمية ذاتية وخبير التنمية الفكرية. فاصل ونبدأ مع بعض حوارنا إن شاء الله. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني، وموضوع حلقتنا ولكل فصل من فصول السنة تأثير على الحالة المزاجية أو الصحة النفسية للإنسان. النهاردة هنحاول نتعرف مع بعض على العلاقة العلمية بين تأثير حالة الطقس والمناخ على الصحة النفسية للإنسان، وإذا ما كان هناك علاقة علمية فعلا بين حالة الطقس والحالة المزاجية للإنسان. كل ده هنحاول نعرفه النهاردة من خلال حوارنا مع ضيف حلقتنا اللي مشرفنا دكتور وسيم الهلالي، مدرب جودة وإدارة وتنمية ذاتية وخبير التنمية الفكرية والمعرفية. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك. يعني حضرتك مشرفنا ودايما بتشرفنا في البرنامج. الله يخليك. وموضوع الحلقه الحقيقه موضوع مهم جدا ومرتبط يمكن بالتغيرات المناخيه اللي بتحصل اليومين دول. اضطراب شديد في الجو مسبب عند الناس نوع من انواع القلق والاضطراب بسبب ان شويه برد شويه حر، النهارده طبعا عواصف واتربه. فلو في البدايه نوضح بس المشاهدين ونقول لهم لما بنقول ان في علاقه علميه بين الطقس والمناخ وحالته والحاله النفسيه والمزاجيه للانسان، احنا نقصد ايه؟ هو بالتأكيد يا فندم احنا لو قلنا ان في ثنائيات، في كام ثنائية كده هنحاول نقولها مع بعض حسب ما تسع الوقت. يعني اول ثنائية ثنائية الطبع والطبيعة. اننا بنختلف في طبعنا حسب استجابتنا للتغيرات المناخية، وحسب كمان الظروف اللي احنا نشأنا فيها، وحتى الجانب الجيني والوراثي ممكن جدا يطلع فيه علاقة ما بين الأبراج بمفهومها الشائع الآن والتركيب الجيني والوراثي للإنسان. يعني دي مسألة برضو محتاجة مجال للبحث. طيب مسألة التعامل مع هذا الأمر هو ده الأهم. طبعا أنا بشكر فريق الإعداد وبشكر حضرتك على المقدمة الرائعة الحقيقة المستفيضة. أنت يعني ما شاء الله اتكلمتوا في معظم الأمور اللي فيها اللي الناس متشوقة إنها تسمع عنها، فأنا هحاول بقدر المستطاع أكمل النص الثاني بأن ما يكونش فيه مبرر لأن الجو مثلا حر فما نشتغلش، ما نذاكرش، ما نعملش اللي علينا، فبالتأكيد ده إيه؟ هيؤدي إلى فهم سلبي، وممكن برضو يوصل الإنسان في النهاية الاكتئاب، لأنه هيبقى في تناقض داخلي. صح. هو عارف أن في واجبات المفروض يقوم بيها وفي مسؤوليات وما هو ما عملهاش، فممكن يكون فكرة الجو مش مقنعة قوي لضميره. تمام، دي نقطة. الثنائية الثانية أنا هسميها ثنائية البرمجة والثقافة. هتلاقي حضراتكم الناس اللي كثيرا ما بيتعللوا بالتغيرات المناخية أو بالظروف بشكل عام بيستخدموا لغة درجة على لسانهم تعودوا عليها، فتم برمجتها بشكل تلقائي بشكل لاواعي، واصبح ده نمطهم في التعامل مع اي شيء او اي تحدي بيقابلهم. الجانب الثاني هو موضوع الثقافه، انا قلت البرمجه والثقافه، فيبقى البرمجه عشان الناس برضو انبسط الفكره ليهم، معناها ان انا اللي بكرره كتير بيتحول الى قناعه راسخه وبصدقه بعدين. صحيح. حتى من غير ما افكر في هذا الامر. الامر الثاني هو موضوع الثقافه، يعني ثقافة اللي حواليا بيتفاعلوا مع التغيرات المناخية ازاي؟ ثقافة المجتمع. وهنتقل لجزئية مهمة جدا 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 ومحورية، ودي ثنائية برضو انا يعني افرعها من هذه الثنائية، ثنائية التحدي والاستجابة. هي دي مش بتاعتي، يعني في مفكر ويعني عالم متخصص في فلسفة التاريخ اسمه توينبي، وله كتب كتيرة في يعني في دراسة اسباب الحضارة وأسباب التخلف ما بين البيئات والمجتمعات المختلفة. فهو الراجل قال إن في حاجة اسمها تحدي واستجابة. الدول المتقدمة حضاريا عبر القرون، يعني طبعا داخل فيها الحضارة الفرعونية وداخل فيها حضارات كثيرة، كانت بتاخد التحديات
اللي ممكن تكون تحديات مناخية، ممكن يبقى في منها مثلا فيضانات، ممكن يبقى زلازل، ممكن براكين، ممكن طبعا تحاول يعني ان هي اعاصير. تتعامل معاها بقى بطريقه علميه، ايوه تكيف الظروف. بالظبط، يعني تقبل هم هذا يمكن التحدي. عندهم هم حاجات اكتر من اللي عندنا، في دول عندها زلازل وبراكين، احنا بالظبط الحمد كده، لله الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا ربنا معافينا منه يعني. الطبيعه بتاعتنا في افضل دول عندها كثيرا. فيضانات وعندها صحيح حاجات اكثر من ذلك، صحيح والعواصف اللي هي بتيجي بتدمر ولايات متقدمه اكتر من تمام عندنا، بس بيقدروا يتعاملوا مع الظواهر دي. بالظبط. بس هنا دور الانسان ايه بقى؟ يعني دور اذا كانت الدوله قادره تتعامل، ايوه الانسان نفسه بقى يعني هناك عندهم سلاسة كده، يعني روحهم حلوة، احنا ليه هنا بنكبر المواضيع قوي؟ تمام، ما احنا عايزين نقول ان التصرف اللي بيعمله الغرب مثلا او الشرق هي ثقافة نشأت برضو من برمجة الفرد. صحيح. يعني احنا ممكن لو اخذنا القطاعات حتى من جوه المجتمعات بتاعتنا، ممكن نشوف اسر نشيطة ممكن اتعودت انها، ودي بقى يعني مسألة التربية من الصغر، اتعودت من الصغر على مفاهيم إيجابية، على إنها تكون أكثر تحمل، إنها تكون أكثر قدرة على المثابرة والاستمرار والصبر. فلما كبرت أصبحت الأمور اللي بتحصل حواليها التفاعل معاها مش زي الغالب من الناس. يبقى ده معناه ما دام في شخص قدر يتعامل بهذه الطريقة معناه إن في تمام آخرين يقدروا ان هم يعملوا كده. يتكيفوا بمعنى اصح مع الظروف بالظبط. الجديده. فاحنا في الخطاب الاعلامي اللي احنا بنوجهه للساده المشاهدين محتاجين ان احنا نبني برضو معاهم ثقافه التحدي، ان ازاي انا لا يقدر انا يواجه هشتغل، ويتحدى انا هشتغل، ويواجه انا الظروف مطلوب مني الجديده. 10 ساعات عمل تمام. هشتغل ايا كانت الظروف، واستحضر دايما في ذهني ان في مجتمعات ممكن يكون عندهم البيئه اكثر حراره تمام، ومع ذلك بيشتغلوا. بيشتغلوا وبيتكيفوا. وبرضو العكس ممكن يبقى فيه برودة شديدة جدا جدا جدا، يعني عارفين روسيا احنا بنشوف درجات حرارة تحت ده يعني الصفر تمام. طبعا ربما احنا لو رحنا هناك مش هنخرج من البيت بقى، لان احنا عندنا وهن، فمش هيجي لنا اكتئاب ومش بس انا هنخرج. برضو احنا مش عايزين نقول يعني طب نحاول احنا نشجع محتاجين الناس، ايه نحاول دكتور؟ نشجع انا الناس. عايزه من حضرتك طب خليني ببساطه النصيحه، يعني تمام، خليني اقول تقول لحضرتك لهم ايه نموذج، للناس؟ نموذج عملي كلنا عارفينه كلنا بنحبه، محمد صلاح. محمد صلاح هو بالمناسبة من يعني ابن الغربية فيما أعلم، يعني في طبعا. إطار من الدلتا. راح أكتر من بيئة في أوروبا، و يعني برغم من هو نشأ في البيئة المصرية، الثقافة المصرية، لكن استطاع ونجح في كيف. لندن، صحيح. وتشوفي حضرتك في بعض الماتشات يعني الجليد بينزل. طيب ما هو بيلعب أهو وبيبذل أقصى ما في وسعه وبيحقق. على عشان فكرة عنده هدف وعنده محمد صلاح طموح، هداف. عنده إيمان كمان، عنده تمام، إيمان. وبرضه فكرة هو إيمان بنفسه، طبعا إيمان بربنا ده أساس، طبعا طبعا الإيمان بنفسه بأن هو يقدر، ان هو ودي نقطة متفائل انه مهمة، هيوصل. دي نقطة مهمة، لأن نقطة إحنا فعلا برضه عايزين صحيح. نبدأ نصدر للناس النماذج الإيجابية دي. يعني فكرة إن أنا مصري بقى ومش عارف إيه والكلام ده مش صحيح، إحنا اللي قررناه صدقنا نفسنا بيه، لكن مش دي الحقيقة. يعني حقيقتنا ان احنا نقدر، وتاريخنا العظيم وامكانياتنا وقدرتنا، وان احنا استيل لغايه دلوقتي واقفين على رجلينا، يعني دي في حد ذاتها شيء عظيم بيؤكد ان المصري يقدر. ولازم نغير هذه الثقافه اللي فيها نوع من الاتكاليه مش بتاعتنا اصلا، ودايما نحاول نضرب امثله بالنماذج الايجابيه. يعني ما دام هذا النموذج الايجابي قدر يتكيف مع مع ظروف الظروف البيئة مع الواقع والانتقالات. ويثبت وجوده، وعلى الرغم ان هو ما نشأش في البيئة الغربية قدر يعمل ده، يبقى كل طبعا الناس تقدر تعمله. بما اننا بنتكلم على التكيف مع ظروف البيئة او اذا ظروف المناخ والطقس، احنا دلوقتي خلينا نتكلم في النقطة الاهم. احنا مقبلين على فصل الصيف، شدة تمام الحرارة، وايضا مقبلين ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين على شهر رمضان الكريم. فحضرتك تنصح مشاهدينا بايه؟ هيكون في صيام، هيكون في حر، واحنا دلوقتي في تقلبات مناخية. انا عايزة من حضرتك نصيحة واضحة لمشاهدينا، تعمل ايه، يعمل ايه الانسان 1 2 3 عشان يكيف نفسه مع ظروف البيئة، ويقدر ان هو يتحدى الاشياء اللي بتصيبه بالاكتئاب او بالاضطراب او بالملل او بالوهن ايا ما كان. تمام، احنا قلنا مبدئيا ان في حاجه اسمها تخفيف. اي انسان عنده امور عارف انها ممكن تزود احساسه بالطقس، او ممكن تهدر طاقته، او ممكن تستهلك من وقته. على فكره احنا اداره الطاقه هي الاهم من اداره الوقت. يعني احنا دايما بنتكلم على التايم مانجمنت واداره الوقت والكلام ده، الكلام ده مهم، بس طلع اهم من كده اداره الطاقه، لان لو ما فيش طاقه مهما كان الوقت موجود مش هيبقى فيه
اوتبوت او مش هيبقى فيه نتائج. اذا انا محتاج ان انا ادير الوقت، ادير الطاقه، أدير علشان طاقتي. اقدر ادير الوقت بالظبط. ما احاولش ان انا استهلك طاقتي في شيء ملوش لازمه، لان برضو ممكن يكون حتى الكلام السلبي احيانا والحوارات السلبيه احيانا بتستهلك طاقه الانسان وتخليه لما يجي يبقى عايز يعمل العمل المطلوب منه ما عادش عنده مساحه ولا جهد انه يقدر يعمله. الجانب الثاني موضوع التكيف، وهو اصلا الانسان ربنا خلقه في الكون وعنده الملكه دي جواه، قدره على التكيف مع الظروف المحيطه او ان هو يكيف البيئه بالزبط. على ظروفه وتفكيره بالظبط، بحيث ان هو يقدر مهما كانت زي ما قلنا التحديات موجوده دايما بيفكر في حلول. تمام. ولو دور هو على الحلول هيلاقي. يعني دي تقدري تقولي انها قاعده، اللي فعلا بيدور بيركز على الحل بيجد الحل، اللي بيركز على المشكله ما بلاقيش غير المشكله، بيقعد يفكر فيها بس. دكتور ليه دايما بنربط، احنا دلوقتي بنتكلم عن كنا بنتكلم عن الربيع، ليه بنربط دايما فصل الخريف بالذات؟ لان هو يمكن دي النقطه الاكثر اهميه، كتير من الناس بتعاني من الاكتئاب الموسمي في فصل الخريف، خاصه بيقال ان المراه هي الاكثر عرضه للاكتئاب في فصل الخريف. فبصفه عامه ليه بنقول اكتئاب الخريف؟ ليه الخريف هو السيزون المرتبط بالاكتئاب؟ وهل صحيح ان المراه هي الاكثر عرضه للاكتئاب، ولماذا ان كان كلامي صحيح؟ هو انا هقول لحضرتك، انا بصراحه من ناحيه المنظور العلمي لا اميل الى التعميمات. تمام. لان التعميمات عاده بتاخدنا في اتجاه مش دقيق علميا. يعني ممكن فعلا يكون المراه بطبيعتها يعني فسيولوجيه وكده ممكن يكون عندها شويه تاثر بالتغيرات، بس برضو احنا بنشوف ستات عندهم قدره، ممكن تكون قدره نفسيه عندها صبر قدرة. اكتر من في بعض المواقف. فعشان كده ما ينفعش ان احنا ناخد الموضوع من زاويه واحده ونقول من الزاويه الاخرى. في جزئيه بقى برضو عشان اجاوب على سؤال حضرتك، العلماء بقى اثبتوا ان تعرض الانسان للشمس وللهواء يعني الفريش اير، وان هو يخرج للبيئه وكده له دور في اتزانه النفسي وشعوره بالسعاده، ولو كان ده بشكل نسبي. وممكن احنا كلنا نحس بده لو جينا في يوم ونزلنا الشغل وتعبنا صحيح في الشغل، كان في شويه يعني مشقه، لما بنرجع البيت بنحس بنوع من الرضا الذاتي. ليه؟ لان احنا احتكينا بالناس، عملنا اللي علينا، بذلنا جهد، فراجعين حاسين بالرضا الذاتي ده عن نفسنا ان احنا ادينا دورنا في المجتمع وفي تواصلنا مع الناس. فالتعرض للشمس له عامل كبير جدا في هذا الامر، تحسين نفسيه الانسان. وفي شباب بيقلبوا ليلهم نهار، نهارهم ليل، ودول بيكونوا اكثر عرضه للاكتئاب لان هم مش بيشوفوا الشمس. طبعا. فده برضو نقطه خطيره. خلينا نتكلم برضو في جزئيه متعلقه واحنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، مساله الحفاظ على نسبه الميه في جسم الانسان، لان ده شيء مهم. فبقدر المستطاع ما اعرضش نفسي لاشعه الشمس المباشره، احاول ان انا اشرب سوائل بشكل مستمر، احاول اوظف طاقتي في الشيء المفيد، بحيث احنا زي ما اتفقنا احنا عايزين ندير ايه؟ ان انا ما اتوترش، عايزين الصيام مع حر توتر. تمام. ده كله الحفاظ على الهدوء بالظبط. فاحنا عايزين زي ما قلت حضرتك دلوقتي عايزين نصيغ مفهوم، مش عايز اقول بديل ولكن اقول مفهوم اضافي، هو مفهوم اداره الطاقه. يعني ان احنا ازاي ندير جهدنا وطاقتنا بحيث ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا. تمام. ودي نقطه برضو مهمه، وهي مساله ان انا لازم يكون قبلها عندي هدف، يعني اهدافي واضحه، لان انا لو جيت مثلا استهلكت طاقتي في حاجه ما هياش مفيده بالنسبه لي هعرف منين؟ الا اذا كنت عارف ان دي مش هتوصلني للهدف بتاعي، فبالتالي هقول لنفسي ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت هدفك يا عم انك انت تروح في الاتجاه ده، ما تضيعش وقتك، ما تستهلكش طاقتك، وخليها في هدفك اللي انت بتسعى ان انت تحققه. تمام. في حاجه دايما بنقولها في كورسات اداره الوقت، يعني زي ما قلنا كده بين قوسين اداره الطاقه، مساله التودو ليست او قائمه الاعمال اليوميه.
دي نقطة مهمة جدا ان انا اكتب. بس احنا بنفتقد النقطة دي عندنا هنا، خلينا صراحة في مصر او في الدول العربية ما بنعملش فكرة قائمة الاعمال اليومية دي، مع ان الاجانب عندهم الفكرة دي، ولما بنشوفهم بيعملوا كده بنستغرب، ده بالتايم يعني انا رايح كذا وكل حاجة ليها ميعاد حتى الاكل. صحيح، احنا ممكن ندرب نفسنا على الامر ده، وزي ما اتفقنا ان البرمجة بتيجي بالتكرار. يعني انا لو قررت حضرتك ان احنا نعمل جدول اعمال، تمام، وانا بس كده عايز ابسط الامور للناس. طبعا جدول اعمال ده الصوره المثاليه، بس مش عايز احط عشان ما احسش ان انا باهدر وقتي وان انا عمري بيروح هدر. فيجي لي كتاب بقى، هو انا ليه اعمل لي كتاب؟ انا بختار حاجه بسيطه الاول وبعد كده هيروح طبعا لجدول الاعمال. يعني يبقى معاه ورقه صغيره كده مكتوب فيها هو ناوي يعمل ايه النهارده، تمام؟ فساي مثلا انا ويعمل لها ترتيب للاولويات. يعني انا عندي رقم 1 2 3 4 5، دول 5 مهام مطلوبين مني بشكل اساسي اليوم. تمام. لو انا بقى حبيت اني اوزع طاقتي على الخمس يعني مهام دول وقدرت ان انا اديرها بشكل جيد، ممكن اوصل لخمسة، ممكن اوصل لاربعة، لكن في كل الاحوال اكون عامل معيار ومقياس انا بتحرك ناحيته. اي حاجة تانية هتاخدني بعيد عنه هايه؟ هرجع تاني للخط او الاهداف اللي انا محددها. تمام. فدي نقطة مهمة جدا، لان العقل البشري في امكانيات كبيرة قوي. تمام. بس المهم ان احنا نستخدمها ازاي. دكتور احنا في نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها كمان ان شاء الله، بس هنروح لفاصل ونرجع نتكلم فيها. تمام. وهي ان احنا مش بس عندنا الطقس والمناخ هما اللي بيؤثروا في نفسية الإنسان، أو ممكن هما يأثروا على سعادة الإنسان أو اضطراب الإنسان، ولكن هناك عوامل أخرى ربما تكون مرتبطة بالجو والمكان، طاقة الألوان، الأبراج وحركة الكواكب. فهنشوف مدى صحة ذلك ورأي حضرتك في ذلك، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني وموضوع حلقتنا، وهل حالة الطقس والمناخ فعلا هي الوحيدة اللي بتؤثر على الحالة النفسية والمزاجية للإنسان، ولا في عوامل أخرى محيطة بينا في البيئة بتؤثر أيضا على نفسيتنا ومزاجنا ومودنا كده زي ما بنقول. يعني هل صحيح أن طاقة المكان وطاقة الألوان وفكرة الأبراج وحركة الكواكب، الأشياء دي فعلا بتؤثر في طاقة الإنسان؟ عايزين نفهم ده كويس، هنحاول دلوقتي نفهمه مع دكتور وسيم. يعني دكتور، هل حضرتك مؤمن بأن حركة الكواكب بالتحديد والأبراج دي بتؤثر على نفسية الإنسان أو بتؤثر على صفاته؟ أنا زي ما قلت حضرتك في بداية كلامنا، الموضوع ده فيه جزء هو أشبه بالتسلية. أيوة. ويعني الناس بتستمتع اليوم الحاجات دي. عايزين نبعد عن ده تماما. والله يعني في ناس بتحاول تاخده كرسائل إيجابية، يعني ساعات يعني بعض الناس في جانب تشكيكي ديني فنخليه بعيد عنه. صدقيني مش دي القضية، أنا مش مش بصلها من الجزء ده، أنا عايز أقول إن ممكن فعلا يكون في جانب علمي. أيوة. بس مش مخدوم بشكل يعني عميق. ممكن فعلا يكون في تأثير، لأن الإنسان إحنا بنشوف تقلباتنا المزاجية، بنشوف أحوالنا، إحنا كل واحد طول اليوم ممكن المود بتاعه يتقلب من يعني من ساعة للتانية، مش عارف أصلا إيه السبب. تمام. وساعات ممكن يقوم من النوم يحس إنه هو مزاجه حلو، وساعات العكس ممكن يكون ده له أسباب. ساعات يبقى مبسوط الصبح وبالليل يبدأ إن هو يكتئب. تمام. فأنا بقول لحضرتك الموضوع ده حاليا العلم قابل كل شيء للاختبار. بمعنى ان ده ينفع فعلا يتعمل عليه تجارب ويتعمل عليه دراسات موسعه على اعداد كبيره من الناس، مش مجرد على سبيل الظن او التقدير. انا بتكلم من الناحيه العلميه الحقيقيه، يعني بحث احصائي. هل الابراج نفسها يعني ان انا مثلا برجي كذا او ولدت في وقت معين ده ليه علاقه بحالتي المزاجيه او النفسيه؟ ما انا زي ما بقول حضرتك، انا عندي شبه اقتناع بان الامر ده له أساس علمي. تمام. بمتابعة بعض الأشخاص ممكن تلاقي الأمر ده فعلا في بعض الأبراج. فيعني المسألة برضو تحسي طيب معقولة، يعني الموضوع هل هو جاي بالصدفة ولا جايز يكون أنا اللي بتهيأ لي، أو أن كلهم بيتضايقوا من حاجة معينة أو بيرتاحوا لحاجة معينة؟ بس احنا كنا بنتكلم عن برج الجوزاء قبل الفاصل، خلينا نكمل كلامنا. هو مبدئيا المسألة بقى إن الواحد إن هو يتحول الأمر إلى قناعة، هي دي بس النقطة الخطيرة. يعني أنا ممكن أبقى عارف مثلا إن البرج اللي أنا يعني مولود في إطار تحديدات العالم أو يعني متخصصين في مسألة الأبراج
له صفات معينة، تمام. تمام؟ بغض النظر ان الصفات دي صح او غلط، لكنها بشكل كبير بتأثر عليا لو انا اقتنعت قناعة تامة بهذا الكلام، سواء هتأثر عليا بشكل سلبي او ايجابي. بمعنى احنا مثلا لما نيجي نتكلم على برج من الابراج، بس مش هنقول على زي الجوزية، الجوزية، خلينا في الجوزية زي الجوزية. نقول مثلا التقلب المزاجي، هو برج متقلب تمام، المزاج. بس موضوع التقلب ده موجود عند الناس كلها، صح صح صحيح فعلا. فممكن بشكل ايحاء، انا كان ليا مقال من فتره كده كان ايه، انه البشر من سماتنا كبشر نحب ان نخدع، يعني مساله انك تقول لنا انت حلو وانت الايهام صفاتك بيبقى كويسه. احيانا بيبقى مفيد في بعض الاحيان، يعني ساعات بعض الكتب اللي هي منتشره في كتب التنميه الذاتيه بشكل عام، يقول لك مثلا 10 خطوات لمش عارف ايه، 99 خطوه لتصبح مش عارف ايه، 15 سبب للتحقيق. فبالتاكيد يعني الدنيا ما تنفعش تختزلها في ال 10 ولا ال 15 ولا حتى 99، اسمها 99 يعني. فهي ممكن تكون بس هي وسيله، الناس بتخدع بهذا الكلام، حتى ما يقول لك كام خطوه مش عارفه كام خطوه عشان تخس، الناس بتنبسط الحاجات دي بتفرحها بالظبط. يعني هي ممكن حاله حلوه هي فيها رابط ايجابي في تثبيت المعلومه، ده انا متفهمه. بس لازم برضو يكون في امانه في الطرح، ان احنا ما نقنعش الناس بان هو ده يعني امر كده وخلاص. تمام. طب انا كنت هسال على نقطه تانية مهمه برضو، هل طاقه المكان دي حاجه حقيقيه، ان طاقه المكان ليه طاقه بتاثر على نفسيه الانسان؟ يعني ده انا سمعت يعني او شفت حلقات خاصه وحاجات خاصه بيديروا الموضوع ده، فكره طاقه المكان. يعني يمكن طاقه الالوان في ايمان كبير بيها من الناس، ان يعني في لون معين بيخليني ابتهج، وفي لون معين ابقى قاعده في مكان لونه غامق، او في لون معين بيثير عندي مثلا العصبيه او الكابه وكده، لكن هل طاقه المكان ده امر حقيقي بيؤثر على نفسيه الانسان؟ أنا هقول لحضرتك حاجة جميلة جدا. أنا عامل كتاب يمكن 3-4 سنين بعنوان طقوس الكتابة. تمام. جمعت فيه بعض الطقوس عند الكتاب والروائيين ويعني ناس مختلفين لما بيجي يكتب، إزاي هو البيئة المناسبة بالنسبة له. بعض الكتاب يقول لك إن أنا لا يمكن إن أنا أكتب على مثلا مكتب متبهدل او الحاجه مش منظمه قدامي، ولا يمكن ان انا امارس العمل الكتابه الابداعيه بالذات يعني الا في ظروف معينه، وفي ضوضاء حواليا، ايوه، او دوشه. لازم يكون في هدوء، ولازم المساحه اللي قصادي يكون فيها رحابه، والمنظر اللي بشوفه قدامي يكون فيه جمال نفسيا مثلا، بحيث ان انا اقدر اتفاعل مثلا. ده متكرر او بيحتاج لنوع معين من الاضاءه مثلا. طبعا في حالات اكسبشنز يعني استثناءات، والاستثناء لا يقاس عليه. يعني في بعض الكتاب الكاتبه البريطانيه كانت بتكتب الروايات وهي قاعده مع اخواتها ومامتها في البيت، اتعودت على النمط ده. طبعا ده حاجه يعني غريبه شويه. في ايضا بعض القناعات، يعني مثلا كاتبنا الكبير انيس منصور الله يرحمه، وطبعا انيس منصور من المنصوره على فكره برضو الدلتا، وبتمنى ودي يعني دعوه انا بقولها على الهوى، ان القنوات الاقليميه تهتم او تبحث كده في الرموز الفكريه والشخصيات القناه الكبيره، بحيث ان الشباب يعرفوا ان المجتمع بتاعهم مليء بياخدوا طاقه ايجابيه بقدوات جميل. طبعا كاتبنا الكبير انيس منصور عليه رحمه الله كان له اكثر من 200 وشويه كتاب، يمكن 260 حاجه زي كده، وهو وصل تقريبا العمر اعتقد 80 او حاجه وحاجه و80، وكان عنده عاده ممكن انت ساعات ممكن حضرتك تلاحظيها فيا شويه، وهي مساله الخوف من البرد، لدرجه ان هو كان بيلبس هدوم الثقيله في الصيف. في الصيف؟ يعني بيلبس هدوم في الصيف على اساس ان هو خايف من البرد. في احدى البرامج اعتقد في كان على القناه الاولى قبل وفاته بحاجه بسيطه، كان في برنامج برضو وكان في الصيف وهو جايب البلوفر، فالمذيع بيكلمه فبقول له معقول يعني يا فندم ان انت، ايوه صحيح، انا بص انا بالشكل ده لو انا يعني غيرت بس حاجه كده تهيألي ان انا اذن هي دي فعلا هيحصل قناعات فكريه او الراحه النفسيه دي قناعه فكريه فعلا مرتبطه بالجو ومرتبطه بالحاله النفسيه. تمام. ما نقدرش نحكم على الناس بحكم معين بحكم عام. تمام. طيب انا عايزه من حضرتك
يعني كان نفسي الحوار يطول اكتر من كده، الله ان الموضوع يخليك. الحقيقه موضوع مهم جدا جدا جدا. فانا عايزه من حضرتك في ختام حلقتنا، احنا خلاص يعني عايزين نختم الحلقه، عايز من حضرتك نصيحه لمشاهدينا، حضرتك تقول لهم ايه علشان يحافظوا على طاقتهم الايجابيه طول الوقت؟ نصيحه سريعه من حضرتك. طبعا النصيحة السريعة، أولا تبدأ بتحديد الأهداف. أنا عايز إيه؟ ودايما بنقول لما بنبني الأهداف بتاعتنا على نقاط قوتنا، يعني على الحاجات اللي إحنا بنعرف نعملها بتستمر وبتدوم، ومش بنكسل في مشوارنا لتحقيق أهدافنا، وبنحاول إن إحنا نتجنب أي شيء يهدر طاقتنا. تمام؟ ده كلام واضح ومركز. دي النقطة رقم واحد. داخل فيه جانب مسألة أخلي بالي قوي من البرمجة، الكلام اللي أنا بقوله لنفسي، وأحاول أستخدم لغة إيجابية لأن ده في مصلحتي. فلو أنا استخدمت اللغة السلبية هو ده هيضرني عشان ما يصبنيش بالكآبة، اللغة الإيجابية تصبني بالتفاؤل. بالظبط. أحط نفسي في بيئات إيجابية، يعني أصاحب الإيجابيين. تمام. احاول ان انا اخلي الناس اللي حواليا حتى في الاسره، لو انا مثلا اب او ام، انشر الثقافه الايجابيه. احاول ان انا اخلي ولادي اكثر قدره واكثر مرونه في التعامل مع المتغيرات اللي بتقابلهم. مساله التربيه، في نقطه اخيره، التربيه والتزكيه والحكمه. التربيه بمعنى ان انا بتعود على شيء من الصغر، فممكن مثلا ابقى انا عارف ان مخالفة الإشارة، تمام، ده شيء ما ينفعش ان انا اعمله، ما ينفعش ان انا اعدي بالعربية والإشارة حمراء. ده بالتدريب. تتحول بعد كده بالتزكية. يعني ايه تزكية؟ يعني يتحول الى ضمير ان انا مخالفة القانون يعتبر بالنسبة لي ايه؟ شيء مش مقبول، حتى لو ما فيش اي حد موجود بيتابع الامر ده. يعني يقول لك في الإشارة الحمراء ما فيش اي حد بيتابعه وبيقف، وده بيحصل بره، وده نقدر نعمله برضو عندنا. واحنا اوتوماتيك لما بنبدا نتحط في بيئه فيها التزام وفيها احترام للقانون، الناس بتستجيب شيئا فشيئا. الحاجه الثالثه مساله الحكمه، والحكمه دي امر يعني خطير جدا. الانسان لازم يفكر، انت عايز تكون سعيد، عايز تكون مبسوط، عايز تكون منتج، عايز تكون ايجابي، طيب اشتغل على كده، ما تخليش نفسك يعني مستهلكة في أشياء بعيدة عن كل هذه الأمور، وحاول ترضى بقدر المستطاع وتقارن نفسك بغيرك. يعني دايما في كل موقف الإنسان بيكون فيه بيجد نفسه أحسن من آخرين. تمام. فإحساس الرضا أيضا بيشعر الإنسان بطاقة. أيوة. وبيديله نوع من الرضا، بيخلي عنده طاقة، فيخليه دايما إيجابي. إذن يعني دي نصايح حضرتك لمشاهدينا، ان يعني هو دايما يحاول يبحث على الطاقه الايجابيه ويبحث عن الناس الايجابيه والاماكن الايجابيه لكي جدا. يشعر دائما ان هو سعيد، حتى لو هو كان بيكتئب على سبيل المثال او بيشعر بنوع من انواع عدم السعاده او عدم الرضا من ظروف البيئه. يعني احنا نقدر احنا اللي نواجه ظروف البيئه. انا بشكر حضرتك على الطاقه الايجابيه والكلام لحضرتك. الايجابي والابتسامه الجميله دي. شكرا شكرا جدا يا دكتور، وان شاء الله حضرتك تكون معانا في حلقات قادمه وتفيدنا دايما. شكرا حضرتك. العافيه. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة، ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، ونكون اديناكم طاقة إيجابية، وعرفتوا ازاي ان احنا ممكن اننا نتغلب على اي ظروف محيطة لينا بس باننا نبحث على الطاقة الإيجابية المحيطة بنا. يعني في ختام حلقتنا بشكر حضراتكم مرة تانية وبكرر الشكر، وشكرا جزيلا. نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وحلقة جديدة وموضوع جديد من البيت الكبير. تحياتي.